مساء الخير. هو قال لك كرييتيف جدا، باوربوينت كانت اوبن. الحمد لله. لا فتحه، خير وبركه. ايه الاخبار؟ ازيكم؟ طيب الموضوع بتاعنا النهارده عن درامر بوي. بتالي كلكم عارفين الستوري الحدوتة. مين يقدر يقولها لنا ايه الحدوتة بتاعة درامر بوي؟ واحدة اسمها كريستين ديفيس، سنة 41. في اللي بيقول انها طلعت بالفكرة، وفي اللي بيقول انها جابتها من الحكاوي القديمة المتوارثة، يعني في الثقافة الغربية، انه المجوس وهم رايحين يزوروا رب المجد، وهم ماشيين ورا النجم ورايحين يزوروا رب المجد، وقع بيسالوا فين وازاي، وبيسالوا على الطريق. فولد صغير درامر بوي، الدرامر بوي ده اللي يعرف رعاه الغنم بالذات في الفتره دي هيعرف انها شغلانه بسيطه وغلبانه قوي. لما كان قطيع الغنم بيبقى بره في الفيلدز، فبيبقى في اكتر من وظيفه، اهمها الراعي الرئيسي اللي الخراف بتتبع صوته، والرعاه المساعدين اللي هم عاده الخدام او الناس، وبنشبههم دايما بالناس الخدام اللي في الخدمه. وفي النهايه بيدوا شغلانه الزيطه لولد صغير خالص، لانها ده مش بيعمل حاجه غير انه بيبقى ماسك الطبله، ولما يلاقي الخرفان رايحه في حته او هتقع في حته او هتتحرك في مكان بعيد عن القطيع، فهو مش مطلوب منه غير انه يجري من بعيد جنبهم ويخبط جامد على الطبله، يطبل عليها جامد بحيث ايه، يعمل هوسه، يعمل دوشه، يخوفهم يبعدوا عن الحدوته بتاعه كريستن، او الحدوته اللي هي فكرت فيها، انه المجوس لقوا الولد ده وسألوه نوصل ازاي، وخدوه معاهم، والولد ده هو اللي دلهم. والولد ده لقى نفسه مرة واحدة في مشهد مقابلة المجوس مع رب المجد ومع أم النور ومع يوسف النجار. وبص لقى المجوس كل واحد فيهم داخل بيقدم الهدايا بتاعته، والقافلة بتاعت المجوس نزلت، والمنظر الجامد ده. وبعدين الثلاث هدايا الرئيسية للإنجيل قلنا عليهم، وإن كانت بعض الكتابات بتقول إن كان في أكتر من هدايا، لكن أكتر من دول، لكن دول الثلاث هدايا الرئيسية للإنجيل حب يعرفنا بيهم. لا، اللي بيقدم حاجات ليها معنى قوي، يعني الماء، الملك في اللبن، العذاب والاحتمال، الألم في المر، وهكذا يعني. وهو واقف وسط ناس أهم منه بكتير، وفرحان وفاهم من اللي بيقولوه حواليه، ده الملك المنتظر اللي فانا اعمل ايه؟ انا ما بفهمش حاجه ولا بعرفش حاجه غير اني اطبل على الطبله. فاستاذن من قصه الترنيمه بتقول انه استاذن من ماما العذراء، وقام دخل قدام رب المجد وابتدى يلعب له على الطبله، وقدم احلى ضربه على الطبله عمله في حياته. والترنيمه بتتكلم عن الموضوع ده. وبالتالي احنا بنتكلم على شخص بسيط، اقل وظيفه في الرعاه او في هيراركي الوظائف، ما معهوش حاجه قوي غير طبله، ودخل قدم بيها هديه لربنا. كالعاده وكعادتنا كل سنه بنيجي في الوقت ده ونقعد نفكركم ونأنب فيكم وعملتوا ايه وهتعملوا ايه، والسنه اللي فاتت والسنه اللي جايه. ومن ضمن المواضيع اللي عاده بنتكلم فيها، طيب ايه الهديه اللي تحت شجرة الكريسماس اللي انت هتيجي وتقدمها لرب المجد؟ ايه هديتك قدام المزود؟ تمام؟ وموضوع درامر بوي بيفكرني قوي، او مربوط قوي بده، ومربوط قوي بصراحة بدرامر بوي خاص بي انا شخصيا. يمكن كلكم عارفين او اغلبكم عارف ان انا اخويا الصغير سافر السماء من فترة مش كبيرة، ولما بتكلم مع عماد، ولما كنا بنتكلم يعني الموضوع يبقى عن ايه،
وإيه حاجة ليها علاقة بالميلاد، لقيتني بفكر في أخويا جوزيف as the drummer boy. ليه؟ لأن جوزيف طبقا يمكن أنا مش عايز أكرر كلام حكيته مع كتير منكم قبل كده، على مقاس الناس اللي بتقدم هدايا ربنا الطبيعي، ما كانش جايب معاه لا ذهب ولا لبان ولا مر، لا ملك ولا كهنوت ولا ألم ولا حاجة تليق بربنا بحجم كبير أو بمقاس كبير. لكن جوزيف اللي كان بيعرف يقدمه قدمه من قلبه. جوزيف اللي كان بيعرف يقدمه على قد ما حد أمين الخدمة السابق بتاع المطرانية، يعني بتاع كنيستنا في مصر، لقيته بيكلمني وبيقولها، بيذكر، كان متخصص أنه يذكر الذين ليس لهم أحد يذكرهم. ولما كان بيعمل كده ما كانش بيعمل كده نتيجة أنه خادم، بالعكس كان بعيد خالص عن الخدمة. ما كانش بيعمل كده نتيجة any sense of entitlement، يعني ما كانش حاسس بأنه مؤهل لأي شيء. هو ببساطة شديدة دور وقلب جواه إيه اللي هو ممكن يعمله حلو، يقدمه حلو ربنا، إيه الطبلة الصغيرة اللي موجودة معاه، وبكل اللي في قلبه وببساطة وفي سرية تامة جدا كان بيعمل ده طول سنين كتيرة. واكتشفنا بعد ما سافر حكاوي كتير قوي عن ناس كتيرة جدا ملهاش أي علاقة وملهاش أي اتصال طبيعي بجوزيف، بس جوزيف قدم لهم عمل محبة، قدم له افتكرهم. كل القاسم المشترك الوحيد بين الناس دي كلها الحتة اللي هو نقاها، الطبلة بتاعته اللي هو عارف ان دي بتاعته هو شخصيا، انه اي بني ادم مش ما فيش حد بيسأل عليه هو حيسأل عليه. ممكن البني ادم ده يبقى بعيد عن الكنيسة، ممكن البني ادم ده ما يبقاش مسيحي اساسا، ممكن بني آدم ده جوه الكنيسة وابن اتنين من الخدام الكبار بس ما حدش بيسأل عليه هو شخصيا. الفرايتيز كتيرة جدا. هحكي حدوتة واحدة. دخلت في العزة بصيت لقيت وانا واقف في العزة ولقيت واحدة مش عارفة تمشي، جاية على الووكرز، وحتى بالووكرز مش عارفة تمشي، يعني كبيرة في السن. وبعدين بمجرد ما دخلت انا سلمت عليها، ما اعرفهاش، ابويا سلم عليها ما يعرفهاش. وبعدين على ما وصلت لعمامي الاثنين، انا عندي عمين، بصيت لقيتهم بيسلموا عليها وبحلقوا في وشها قوي كده. وبعدين مين وفلانه مين دي؟ فاكتشفت ان فلانه دي زميلتهم من 40 سنه في شغل، من 40 سنه كانوا الاثنين بيشتغلوا في شركه واحده، ودي كانت زميلتهم في الشغل. طب ايه اللي جايبها تعزف جوزيف اخويا؟ انه ببساطه جوزيف اكتشف وهو في الجامعه، من ايام ما كان في الجامعه، ان بنتها معاه في الجامعه، وكلام جاب بعضه في مره من المرات، ولقى انه عرف الكونكشن ان دي كانت زميله عمامه. راح قال لعمامه في قعده كاجوال، على فكره فلانه اللي كانت زميلتكم ده شكلها تعبانه، شكلها ابتدت تبقى عيانه، وما لقاش صدى قوي. وانا شخصيا ممكن لو في مكانهم مش هعمل صدى قوي يعني. وتمر السنين ونكتشف ان هو من يوم ما عرف المعلومه دي لغايه يوم ما مات، وهو موجود في مصر وهو بره مصر، وهو كويس وهو وحش، كان بشكل مستمر هو من القليلين اللي بيسالوا على الست الكبيره التعبانه دي، بحجه انه ما هو طلع زميل بنتها وعمامه كانوا زمايلها من زمان. وعلشان كده البنت دي في العزاء، الست دي قصدي في العزاء، وهي مش عارفه تقف، جابت بعضها وجت. طيب انا بحكي الحدوته دي ليه؟ لانه هي دي فكره بالظبط الهديه اللي قدام المزود. نقي روحك حاجه انت بتعرف تعملها، انت بتحب تعملها، وحط في بالك السنه دي، حط في بالك الفتره اللي جايه ان انت هتقدمها بجد هديه لرب المجد. خلوني اسالكم سؤال شخصي، مش محتاجين تجاوبوني انا عليه، بس ارجوكم لو سمحتوا بي فيري سبيسيفيك وجاوبوه مع نفسكم. اديني او قول لروحك، فكر دلوقتي وطلع لروحك اكتر ميزه واكتر عيب عندك او عندك. لو سمحت خد نص دقيقه 10 ثواني وفكر كده، ايه اكتر حاجه انا حلو فيها، شاطر انا شخصيا،
مش الناس هتشوفها حلوة، مش أي حد تاني عارف بيها، مش شرط معروفة أو مش معروفة. أنا personally أكتر حاجة فيها أنا personally حلوة، أنا شاطر فيها قوي، وأكتر حاجة فيها أنا personally خطية تعباني جدا، نقطة ضعف عندي، حاجة مش بعرف أعملها، نقطة عجز، سقف ما بعرفش أخطيه، أكتر حاجة تشالنج، حجر صخرة قدامي. وهطلب منكو إنه في بقية القعدة اللي إحنا مندردشها دلوقتي مع بعض، وأنا هسألكو هندردش، ياريت تخلي النقطتين دول في بالك، وكل ما هسألك سؤال حطه على النقطتين دول وشوف إزاي النقطتين دي ودي ينفع السنة الجاية تبقى هدية قدام مزود رب المجد. إزاي تبقى أحسن خصلة فيك وأصعب خصلة فيك ينفع إنهم يتحطوا هدية قدام تحت رجلين رب المجد. أتمنى من قلبي إننا اللي هيجي في جاي النقط اللي جاية ما تبقاش إجاباتها اللي هنجاوبها كل واحد لنفسه وكل واحدة لنفسها إجابات عامة أو إجابات نظرية. لو سمحت فكر في اللي هيتسئل وحاول توجد لروحك الإجابة الحقيقية العملية اللي أنت شخصياً هتعرف تفهمها وتطبقها، اللي أنت شخصياً هتعرفي تفهميها وتطبقيها. ممكن؟ أنا علشان خاطر نتحرك في ده همشي معاكم علشان نستكشف ايه هي الهدية المقبولة، ايه مواصفات الهدية هديتك علشان تبقى مقبولة. لو هي الميزة اللي عندك، او لو انت هتقدم تحت رجلين ربنا الضعفة او العيب اللي قدامه اللي في حياتك علشان يبقى مقبول، هندردش مع بعض في 7 نصوص من الكتاب هنقراهم مع بعض وهنسأل فيهم اسئلة، وفي كل نص من دول هنسأل كانت ايه الهدية وكانت مقبولة ولا لأ، وإيه الصفة الرئيسية اللي خلتها مميزة أو اللي خلتها يا مقبولة يا مرفوضة. متفقين؟ يبقى هنسأل إيه 3 أسئلة في كل نص من 7؟ أيوة، نحاول نصحى، ربنا يوفقنا. إيه التلات أسئلة اللي هنسألهم؟ إيه هي الهدية اللي كانت في النص؟ السؤال التاني كانت مقبولة ولا مرفوضة؟ السؤال التالت ايه السبب اللي كان مخلي الهدية دي تحديدا مقبولة ولا مرفوضة؟ تمام؟ النص الاولاني اللي هندردش فيه مع بعض تكوين 4:4. اتمنى الخط واضح ولا طيب 4:4 من 4-7، على الاقل احنا اللي مش شايف كويس يقدر يفتح الموبايل ويطلع النص قدامه. خلوني أقرأها لكم بسرعة. وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن ثمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، لكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقايين: لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وأنت تسود عليها لما نبص في الإنجليش اللي هي but you should rule over it، يعني it shouldn't be in control of you، you should rule over it. في خطية وقفالك على الباب، بس you have the capability to rule over it، أنت عندك القدرة أن تسود عليها. طيب إيه الهدية هنا؟ هدية واحدة ولا أكتر؟ ها؟ هديتين. ايه الهديتين؟ ايوه، الاولى اللي قدمها كانت زي خروف، زي احسن حاجه راح يدور على احسن حاجه يكون سمين، يكون كويس جدا ما فيهوش بلا عيب. اخوه راح جاب من الخضار، حاجات من الخضار والاكل اللي هو بيزرعه، اللي قبل ربنا قبل هدية الخروف. يبقى ربنا قبل هدية هابيل، كلنا عارفين ربنا قبل هدية هابيل وما قبلش هدية قايين.
لما بنيجي نتكلم على النص ده من وجهة نظر خلاصية أو يعني من لما بنتكلم عليه من منظور الخلاص وفداء ربنا، بنقول إن الهدية المقبولة لازم تبقى ذبيحة دم، والهدية الغير مقبولة كانت تقدمة خضار. لكن لو هنبص على النص ده في ظروفه شخصيا، ربنا كان واضح قوي في ردوده على قايين هو قبل ليه وما قبلش ليه، ليهم هم يعني بغض النظر عن خطة الخلاص بتاعت البشرية، ليهم هم اللي اتقبل اتقبل ليه، واللي اترفض اترفض ليه. اللي اترفض ونفهم منه اللي اتقبل ان اترفض واضحة في النص، اترفضت ليه؟ اللي مكتوب في النص قدامنا ليه اترفضت تقدمة قايين؟ صح، ما دي الخلاص دي بره، دي مش موضوعنا دلوقتي. مش بس ما قالش انه نقى احلى حاجه، ده ربنا رد عليه وقال له ان احسنت افلا رفع. هو انت لو كنت قدمت لي حاجه عدله، لو كنت قدمت لي حاجه كويسه، هو انا كنت هرفض؟ ان احسنت افلا رفع وان لم تحسن فعند الباب خطية. يعني انت مقدم وانت في نيتك انك ما تديش احسن حاجة، وعشان كده خطية بالجر التاني. يبقى اول صفة في الهدية اللي هيقبلها ربنا ان انا وانا بقدمها اعمل ايه؟ ابذل مجهود. لو هنستخدم النص هنا اعمل ايه؟ احسن، اقدم الاحسن. ازاي انا ممكن اتقدم لربنا واقدم له هديه وما احسنش؟ في واقعنا، امثله من الواقع، ازاي انا ممكن ابقى رايح وبقدم هديه بلاش لربنا يا سيدي لحد وما احسنش؟ اديكم مثل. انا واقف بشتري، عندنا مثلا عيد ميلاد حد من بناتي رايحينه، واقف بشتري الهديه، وبعدين البنت دي بتحب ايه يا ليلي؟ دي بتحب عرايس الباربي. ماشي، تعالي نشوف لها حاجة باربي. وبعدين واقف قدام صف الباربي، فأنا عندي حاجة ب15 وحاجة ب30 وحاجة ب45 وحاجة ب60. واحنا واقفين بنشتري بنقوم عاملين ايه؟ بنقيم. هي البنت دي آخر عيد ميلاد جات لك يا ليلي جابت لك ايه حبيبتي؟ صح؟ بنبتدي نشوف هو اللي اتعمل. طيب يبقى نجيب لها 30، ما لانها ما جابتش ب15 برضه. هي انا وانا واقف قدام ربنا واخترت هديتي، ان كانت احسن صفه فيا او اصعب صفه فيا، وهقدمها قدامه واقول له صلح او غير او بارك. يا ترى وانا بقدم وواقف بنقي اللي هقدمه كده، اللي انت فكرت فيه هتقدم أحسن ما تقدر تقدم ولا هتقدم اللي يمشي؟ أول نقطة في مواصفات الهدية إنها تبقى أحسن ما عندك، أحسن ما في إمكانياتي. يس، أحسن ما عندي. ما عشان كده هو أحسن ما عندي، مش أحسن اللي على الصف ولا أحسن اللي عند الناس كلها، أحسن ما عندي أنا. أوكي، الكلام قابل للتطبيق يعني؟ ولا في حاجه انت مش حاسس انها راكبه على الـ على الـ على السؤال اللي سالته لك في الاول؟ اي قايين مش داخل بنفسيه حلوه ناحيه هابيل، صح؟ وناحيه ربنا. انا اللي يخصني ربنا. يعني
ما انا هو ما انت بتعمل لنا ايه؟ ماشي هجيب لك من ام 30 يا سيدي، مش هجيب لك ام 15. تمام. وهو ده، وهو دي النقطة اللي أنا بعلق عليها. الهدية كانت مرفوضة، وسبب رفضها الهدية كانت التقدمة، كانت مرفوضة وسبب رفضها أنها لم تكن الأحسن. يبقى أول صفة في الهدية، لو أنا درامر بوي النهاردة وداخل وبقول له أنا هقدم لك وعايز اللي بقدمه يبقى مقبول، لازم تبقى أحسن ما عندي. كويس. النص اللي بعده تكوين 22، هناخد عدد 2 بس وبعدين أعداد 10 و12. فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. وعارفين بقية القصة طبعا، احنا بنتكلم على مين؟ حدثة مين؟ إبراهيم وإسحاق، ذبح إسحاق. فعدد 10، ثم مد إبراهيم يده أخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم. فقال ها أنا ذا. النص كله على فكرة، الإصحاح ده كله عدوا ولما تروحوا عدوا كم مرة قال ها أنا ذا الرجل إبراهيم ده. فقال الملاك قال له لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأن الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. الهدية كانت ايه؟ ها؟ ابنه إسحاق. طيب مقبولة ولا مرفوضة؟ طيب مقبولة ليه بقى؟ برضو من النص، برضو من النص اتقال حاجتين هنا في النص، وحيدك وانها your most precious. ان انا وانا بنقي، لو تلاحظوا انا لما سالتكم سؤال من شويه قلت لكم نقي لي لو سمحت احلى حاجه صفه فيك واوحش صفه فيك. خلينا نمسك اهم شيء عندك ان كان بالحلو ولا بالوحش، دي مهمه قوي علشان تبقى مقبول عند ربنا. crown of your being of your personality of your inner being. ماشي. طيب دي واحده. الثانيه كانت ايه؟ التانية اللي خليتها مقبولة ايه؟ برضو من النص. بس مش مش دي موضوعي. في واحدة، وفي واحدة صريحة يا ماما، في واحدة في النص صريحة، سبب صريح لأنها اتقبلت. تحبوا دي واحدة؟ يس. ما دي قلناها the crown of mine. السبب الثاني اللي في النص ده لأنك تخاف الله. لأني أنا الهدية اللي مقدمها مش مقدمها باستهانة، مش مقدمها بامتهان، مش بقدمها بقلة احترام، مقدمها بطاعة وبمخافة ربنا. الهدية اللي ربنا عايزنا منها النهاردة قدام المزود لازم تقدم بمخافة لمجده، بمخافة لشخصه، من غير وقار ومخافة، من غير ما بقى مقدمها وأنا عارف أني بقدم لملك الملوك ورب الأرباب اللي خلقني بحلوي وبوحشي، بأحلى ما فيا وبأقل ما فيا، من غير ما بقى مستوعب دي جوايا مش هعرف أقدم هديتي بشكل مقبول. الكلام ده قابل للتطبيق على اللي سألتك عليه ولا لأ؟ هل أنت تعرف تقدم أحسن ميزة في حياتك بمخافة قدام ربنا ولا لأ؟ طب وأوحش حاجة عندك، هل أنت تقدر تخش قدام ربنا بمخافة برضو وتقول له أهي قدامك بتفاصيلها بدون تغطية وبدون تجميل زي ما هي بالظبط، بمخافة بحطها قدامك يا رب وما عنديش غير هني أقدمه لك؟ سؤال ويا ريت نفكر فيه. كويس. النص اللي بعده، احنا كده عملنا نصين. النص الثالث صمويل الثاني، هناخد برضو عدد وعددين من الآخر 14 وبعدين 20 و22. وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب، وكان داود متمنطقا بأفود من كتان.
احنا عارفين طبعا عارفين الموقف ده كان ايه. الموقف ده كان رجوع تابوت العهد لأورشليم. فالموضوع سريعا كده، داود لما لقاه ووصلوا له راح الأول وابتدى يجيبه، حد تقدم باستهانة على التابوت مد إيده عليه وقع ميت. داود قال لك أوبا، الناس مش جاهزة، الناس مش عارفة إيه اللي جاي ده، واللي حيمد إيده واللي حيهزر واللي حيخيب وفي استهانة في المواضيع. فقال لا، إحنا مش مؤهلين إننا نستقبل الداود دلوقتي. فخلاهم حودوا على أول غيط ركنوا قعدوا فيه، استنوا لفترة من الزمن لغاية أما اطمن أن ربنا راضي بأن صاحب الغيط ده، قال له ده البركة بقت في بيتي وفي غيتي كبيرة جدا. فراح باستعداد وبعشر تلاف شماس، 10,000 ضارب بالدف ومرنم، وراحوا استقبلوا التابوت ودخلوا بيه أورشليم. وبمجرد ما هم عند باب أورشليم، داود أم عمل إيه؟ داود الملك بالحلة الملوكية وبالتاج وبالليلة دي كلها، بمجرد ما دخل من أبواب أورشليم والناس والجموع شافته، أم قالع التاج، قالع الرداء، قالع كل حاجة، وما بقيش غير بحتة الكتان اللي مغطية عورته، وبعزم ما فيه يرقص بكل قوته أمام الرب. وكان داود متمنطقا بأفود من كتان. وبعدين بقيت الحدوتة للرجوع كله، كانت مراته اللي هي بنت شاول مش عاجبها، رجع داود ليبارك بيته، فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود وقالت: ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم، كيف تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء؟ فقال داود لميكال، يعني أنت إزاي تتعرى كده زي ما يكون حد أي كلام. فقال داود لميكال: إنما أمام الرب الذي اختارني دون أبيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب إسرائيل، فلعبت أمام الرب. لعبت دي اللي هي لعبت مزيكا، يعني لأنه هو ماسك المزمار، قلع ماسك المزمار وقعد يترقص وهو عمال بيلعب بالمزمار قدام التابوت. وإني أتصاغر دون ذلك وأكون وضيعا في عيني نفسي، وأما عند الإماء التي ذكرت فأتمجد. يعني أنت بتتكلمي في إيه؟ ده أنا قدام عرش ربنا، ده أنا قدام تابوت عهد ربنا، ما كنتش هعرف إمتي وإني صغير وأصغر كمان وأكتر من كده 100 مرة قدام عرش ربنا، أمال إيه؟ طيب الهدية إيه؟ الهدية الرأس، المزمار والرأس. الهدية هنا كانت حزم ورأس، ضرب المزمار وتحزم ورأس. طيب اتقبلت ولا مش مقبولة في رأيكم؟ مقبولة. سبب قبولها ايه من النص؟ انها متقدمة بتواضع ومن عزم القلب. الاثنين، انها متقدمة بكل قوته، وكل قوته دي مهمة قوي، ان انت لما هتقدم بكل طاقتك. هرجع تاني، سامحوني، الواد اخويا كان كده، يعني بعزم ما فيه ما كانش يشم ريحة حد ممكن يتساعد إلا لما في سكات ومن غير ما احنا نعرف، من غير ما حد يعرف، وده اللي اكتشفناه. يعني يوم رايح ومساعده، شوفه محتاج ايه ويعمله له، بعزم القوة وفي نفس الوقت بالتضاع، من غير فتاكة ومن غير كبر. تمام؟ تاني، على الميزة بتاعتك والعيب بتاعك، هل انت بتقدمهم بكل قوتك وبروح التضاع، ولا بتقدمهم بقوة نص نص وبكبر؟ أي أسئلة لغاية هنا؟ طيب أنا مش عايز أطول. على سيرة الاتضاع، عندنا واحد صاحبنا كان بيحب دايما يهرج لما كان يجي يزورنا في البيت. كان يبقى داخل مثلا بهدية، داخل معاه بكيكة مثلا، بآيس كريم، مش عارف ايه، يقوم كنوع من المنكفة يقوم ماسك عليه على اللي هو جابه ده ويكتب، يا يلزق الفاتورة يا إما يقوم كاتب السعر، ويقوم كاتب زائد قد كده ركنة، زائد قد كده مش عارف ايه، ويخش يقول لكم، يقول لنا: يا اخوانا انا جبت لكم هدية ب54 جنيه ينطح جنيه. ويقعد يزل فينا طول القعدة: هاتولي من الآيس كريم أبو 54 جنيه اللي أنا جبته لكم علشان أكله لكم بزار.
بس سؤالي، هل انت داخل على ربنا بتقدم هديتك وانت بتعدله انها ب 54 جنيه، ولا داخل بتقدمها بالتضاع بجد؟ يعني هل انت صعبان عليك قوي ان حضرتك دفعت ال 50 جنيه ثمن الهدية وال 4 جنيه؟ طبعا الارقام دي ما بقتش موجودة في مصر دلوقتي، انا بحكي من الذكريات، لكن يعني امشوا معايا بالاكزامبل. وال 4 جنيه ثمن السايس وثمن الركنة ومش عارف ايه، وداخل بتقول له خد يا رب انا مدي لك ب 54 جنيه هدية، انا داود الملك قلعت ورقصت لك علشان خاطر عينيك، ولا انا داخل بقول له اكتر من كده واتصغر اكتر من كده كمان امام عرش نعمتك؟ فدي فرقه قوي، ده مقياس لمعنى كلمه يعني ايه بالتضاع، يعني ايه بتواضع. معلش يا بلبل بقى، لما لو سمعني انا بجرسك علنا. احنا لغايه دلوقتي قلنا كم صفه؟ النص الاولاني تكوين، لازم تبقى ها احسن ما عندي، وبعدين ابراهيم لازم تبقى ها مش سامع، لازم تبقى العزيزه الغاليه اللي على قلبي وفي نفس الوقت بمهابه وبمخافه الله، وبعدين بعد كده داود لازم تبقى بتواضع وانسحاق وبكل قوتي بكل ما فيا من عزم. تعالوا ننقل بقى على حبيبتنا ماري لوقا، بشارة لوقا إصحاح 1 عدد 35-38. فأجاب الملك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدس منك يدعى ابن الله، وهو ذا أليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي مدعوت عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم إيه بقى؟ هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. دي فهمت. طيب خلاص سلام وعليكم. سايبة وماشي. الهدية كانت إيه؟ اتقبلت ولا لأ؟ وإيه سبب قبولها؟ اتقبلت طبعا، مفهومة. الهدية كانت إيه؟ هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. إيه الهدية؟ وافقت إنها تسلم روحها كلها للي بيتقال ده. اللي بيتقال ده بيتقال إزاي؟ ما هي مش مشكلتنا. ليكن لي كقولك بتسليم كامل، يعني سبب القبول التسليم الكامل. وإحنا علشان هديتنا تبقى مقبولة مش محتاجين نحسب لها، محتاجين نسلم. العذراء مش عارفة حاجات كتير قوي، والاباء والمتكلمين اللي بيعرفوا يتكلموا بجد بيقعدوا يحكوا كتير جدا يعني ايه العذراء في السن ده وهي 15-16 سنه تاخد قرار بانه حاضر، واللي يحصل يحصل، وححبل من غير جواز، وطب واللي هيتعمل فيا وهيرجموني ولا لا لا ولا كل ده. واذا انا امة الرب اللي ربنا عايزه يتعمل، ليكن لي كقولك. وعلشان كده الانجيل يتعمد الجمله اللي بعدها على طول، فالملاك مشي. هيقعد يعمل ايه؟ الرساله واصله، يعني مش محتاج يشرح ولا فبالتالي لو على مواصفاتنا، الهديه بتاعتك اللي انت داخل تقدمها الرب المجد محتاجه تبقى بتسليم كامل. ما تفكرش، انا عارف ان ممكن تبقى احسن ميزه عندك دي انت هتستفيد بيها في حاجه تاني لو ما قدمتهاش لربنا، او ان اكتر عيب عندك ده لو قدمته لربنا هتتعب او هتتفضح او هتتزنق او الخ الخ الخ. لكن اللي عايز يقدم هديه مقبوله قدام المزود زي الراجل الولد الدرامر بوي، محتاج يخش ويقدمها بمنتهى التسليم. درامر بوي في الحدوته ما فكرش كتير اللي انا بعمله ده محترم ولا هايف، لسه قبل واحد مقدم ذهب صندوق ذهب، وده قام داخل مطبل. انت محتاج تسلم، تقدم وتقول له اتصرف. هروح بعد كده لمرقس 12 من 41 ل 44. وجلس يسوع تجاه الخزانه ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانه، وكان اغنياء كثيرون يلقون كثيرا، فجاءت ارمله فقيره والقت فلسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم الحق اقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة،
لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. إيه الهدية وإيه اللي خلاها مقبولة واتقبلت ولا لا، وإيه اللي خلاها مقبولة؟ ها؟ إيه الهدية؟ أيوة سوري أنا فاكرك بتكلمنا أنا. إيه الهدية؟ الفلسين، الفلوس. مقبولة ولا لا؟ مقبولة. إيه اللي خلاها مقبولة؟ الأعواز. كلمة من حرفين، الله ينيح روحه البابا شنودة كان دايما يقول لك من أخطر الكلمات في الكتاب المقدس، الكاف جنب اللام، كل. كل ما عندها كل معيشتها. الست دي أدت مش بس من أعوازها، دي أدت كل حاجة. هديتك المقبولة محتاجة تتقدم بدون تفكير، كل ما عندك تقدم، كل طاقتك تقدم، كل تقدر عليه. الحلو بتاعك قدمه كله، والوحش بتاعك حطه كله تحت رجليه وقوله خده بقى شيله وتصرف فيه. تمام؟ أي أسئلة؟ أعمال الرسل. أيوه وانه هيتصرف. نفس فكرة التسليم اللي احنا اتناقشنا فيها مع ام النور، مع ماما العذراء، انه هيحصل ايه بعد كده مش مشكلة. بس انا حبيت هنا هايلايت كمان ان الست دي ادت كل اللي عندها، ادت كل حاجة. لو سمحت وانت بتفكر في هديتك المقبولة، في الميزة الحلوة اللي عندك او العيب الصعب اللي معاك، حطه كله، ما تاخدش منه حتة. وبعدين النص ده النص اللي جاي هنتكلم على اللي أخده منه حتة. ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته كان لها خبر بذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. الهدية مرفوضة. هدية حنانيا كانت إيه؟ كانت ثمن الحقل بتاعه هو ومراته، شقى عمرهم اللي باعوه. واترفض. اترفض ليه؟ الهدية دي اترفضت ليه؟ مش الكل، بس في حتة تاني في النص صراحة متقالة. مش الكل ده اللي احنا فهمناه من النص اللي فات، لكن في حتة في النص ده متقالة اترفضت بسببها. اختلاس وكذب على الروح القدس. وانت بتقدم هديتك أبوس إيدك ما تتناصح، أحب على يدك يا بيه، ما تفتكر روحك فتك وحتبلف ربنا. يعني أنتوا بتضحكوا، بس إحنا ده اللي بنعمله. بص يا رب أنا هجيء وهقدم وهعمل مش عارف إيه، وأنا فعلا بدور على تيك بوكسز عشان يبقى اسمي قدمت، مش علشان أقدم بجد كل اللي عندي. أنا ببقى متخيل إني ما أنا لازم أجملها شوية، لازم برضو أحطها في المنظر علشان الناس، علشان وممكن الناس ما تبقاش الناس البعيدة اللي في الكنيسة اللي في الخدمة، ممكن الناس دي تبقى مراتي أو جوزي، ممكن الناس دي تبقى عيالي اللي بتبص لي أنا مثل وقدوة وبتنجم خلل وبتاع. لا، أنا لازم كده. لا، مش مهم الناس، لو سمحت مش مهم السلوفانة، ده كذب على الروح القدس. قدمها بعبلها، قدمها بصدق، قدمها بالكامل بدون ما تختلس منها حتة. لكني أتجمل، أنا لا أكذب لكني أتجمل. فاكرين الفيلم
إن كان الحلو بتاعك قدمه كله من غير ما تتجمل، وإن كان الوحش يا عم هاته بطينه من غير ما تتجمل على بعضه وربنا قبل. أنا قربت أخلص، إحنا كده عملنا 6 نصوص، باقي النص السابع. بس قبل ما أوصل للنص السابع ممكن نراجع مراجعة سريعة. أول حاجة كانت أحسن ما عندك، تاني حاجة الهدية المقبولة كانت لازم تبقى أحسن ما عندك، بعد كده إبراهيم الحبيب الغالي وفي نفس الوقت بمخافة وبمهابة ربنا، بعد كده داود لازم تتقدم بالتضاع وبانسحاق حقيقي وبرغبة في إنك أكتر وأكتر كمان من غير ما زل ربنا بال54 جنيه، وبعد كده من العذراء لازم تبقى بتسليم كامل وبدون ما فكر في بكرة وبعده وبعد بعده هيحصل إيه، وزي الست صاحبة الفلسين لازم تبقى بكل اللي جوايا من عوزي، من مش من السهل لا، من اللي جوا قوي من الصعب، وبعدين لازم ما تبقاش بفتاكة بدون اختلاس أو بدون ما أسرق من ربنا. آخر واحدة هرجع تاني للوقا. وفيما هم سائرون دخل قرية فقابلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكان لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي، فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. إيه الهدية؟ هو كانت هنا هدية واحدة ولا أكتر من هدية؟ والاتنين حاجة فيهم اتقبلت ولا لأ؟ حاجة فيهم اترفضت ولا لأ؟ ها أي الوقت والخدمة الفيزيكال، يعني اللي تقدم لرب المجد ساعتها عشوة حلوة ووقت، ايه فيهم اتقبل؟ ها؟ ليه؟ هل النص قال لنا انه رب المجد رمى المرثى اكلها في الشارع وقال لها مش هاكل؟ مفيش حاجة بتقول ان اللي عملته مرثى ما اتقبلش. على فكرة المشكلة بتاعت مرثى مش ان هديتها مقبولة ولا لا، مشكلة مرثى وده اللي يخلينا ده السبب بتاع المواصفات بتاع الهدية الحلوة تبان من هنا. ايه اللي خلى هدية مرثى يا ستي مش مقبولة او مش طالعة بعدل، وهدية مريم طلعت ببساطة وزي الفل واتقبلت ودخلت على طول؟ ليه؟ شيكم بس برضو من النص في 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 كور بوينت، الحاجة الى واحد، ومرثى كانت ايه؟ مرتبكة. مرتبكة الكي وورد هنا، مرتبكة. انت لما هتبتدي تقدم ان كان الحلو ولا الوحش it won't be an easy road، يعني مش هيبقى سكة وردي وسهلة وتمام وخلاص، لا ده في كسفة وفي احراج، في حروب، في شيطان اول ما هيشوفك ابتديت تعمل الليلة دي بجد هيدي على دماغك ومش هيسكت وهيزود وهيلخم وهيروش، في حاجات كتيرة قوي هتحصل. فإذا أنت ارتبكت هديتك قد تقبل قد ترفض، لكن أنت اللي خسران، أنت اللي مش هتستمتع ببروسس تقديم الهدية، أنت اللي هتبقى مرتبك. تخيلوا لو الدرامر بوي اللي احنا بنتكلم عليه من الأول بعد أما وقف قدام المزود وابتدى يلعب بالطبلة سرح قوي في تفانين اللعبة اللي في الطبلة وهيعمل الصوت مش عارف ازاي، وسرح قوي 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 في ايه، في ايه الميلودي اللي يلعبها على الطبلة، ونسي رب المجد. الهدية اتقبلت يا سيدي، الناس سقفت في الاخر، الحاجة حلوة ماشي، انت انبسطت. يعني انت في النهاية حسيت بفرق ان هديتك مقبولة، عشان هديتك تبقى مقبولة وتفرحك بقبولها وتفرح بحضور ربنا بقبولها، انت محتاج وانت بتعمل كل اللي اتكلمنا عليه ده تبقى مركز عليه، الحاجة الى واحد، تبقى عارف ان هو مصدر كل سلام كل فرح كل امتلاء. وبعدين عايز اطمنكم
ملبدا مهزوزا فائض. ربنا بيبقاش مديون، هتقدم له الحلو بتاعك هيضعفه لك كتير ويرجعه لك فرح وسلام وراحة. هتقدم له الوحش بتاعك وهتقدمه له بأمانة، سبحان الله هيتقلب حلو ويرجعه لك مضاعف برضه أضعاف أضعاف ويديه لك تاني. أنا آسف للإطالة، كل سنة وانتم طيبين.